نكفي معكم مشاهدينا، وبهالفقرة رح نحكي عن خليني أقول بكتيريا موجودة بالمعدة. رح نحكي تفاصيل أكثر عنها، رح نحكي كيف نحن بنقدر نتبع نظام غذائي معين يلائم هذا الموضوع، وكل اللي بدنا نعرفه عنه من أخصائية التغذية. ريوة بدرغم، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ الحمد لله. اليوم بكتيريا المعدة اللي رح نحكي فيها هي هيليكوباكتر. صح. على فكرة كتير عم بسمع بالاسم مؤخرا، وكأنه بتحسي كل فترة عندك ترند لبكتيريا معينة، ترند لمرض معين. شو القصة؟ يعني هل في أسباب معينة لقلها؟ هلا، هي الجراثيم كانت موجودة من قبل، بس نحن بسبب سوري على كلمة تداقت نظامنا الغذائي اللي عم بيكون ما بدها سوري، هي عن جد، لأنه اللي عم بيصير عن جد شيء كتير غريب. يعني أوكي، كنا هلا منقول أنه من قبل كان نظام الغذائي شوي غريب، انه كتير عالي بالدسم، وبيقولوا لنا انه ما كانوا ياكلوا هيك من قبل. اللي عم نتعرض له هلا ونشوفه هلا بعد اصعب كتير من اللي كان من قبل. الترندات اللي عم تنزل، العادات الغذائيه اللي عم تنعطى للاولاد وتكبر معهم على أسوأ، الفاست فود جانك فود بشكل هستيري، يعني صار على الجوع دائما خلص نلجا للاكل الجاهز، العالي بالدسم، كله اجبان صفراء. هيدا النظام الغذائي عم بتفعل ترجع أمراض وأنواع بكتيريا كانت موجودة من قبل، بس هلأ بشكل أكبر، وهيدي واحدة منهم. صح. خليني أقول إنه هيدي كتير عم نسمعها مؤخرا، هيدي واحدة منهم. طيب هي شو هي هيدي البكتيريا؟ هل هي أصلا بتعيش بالجسم، بتكون نايمة وبتظهر فجأة، أم هيدي من نوع أكل معين وفات على جسمنا وبقيت فيه؟ هلأ هي بتنتقل من شخص لشخص. هي بتنتقل من الأكل. صح، بتعدي وبتنتقل من شخص لشخص، وبتنتقل من الأكل ومن المي الملوثة. وبتبلش بالأول ما في عوارض، وقت يصير في عوارض هون نحن بنكون وصلنا لالتهاب بالمعدة. التهاب يعني هي ما بتكون مبين قبل، دغري بتعطي هال. صح. هلا قديم عم تسمعي انه العالم ما لها نفس تاكل، بتكون او بتاكل اول لقمتين وبتسد نفسها، وجع بالمعده، نفخه دائما، وبتقلك انه ما اكلت شيء، وهي بتزيد الوجع لما تكون المعده فاضيه. فهون العوارض كلهم ببينوا، بس بنكون صرنا قطعنا شوط كبير من هيدي البكتيريا، وصرنا ضروري نتعرض لعلاج، نخضع لعلاج. أوكي. صحيح، لكرمال نحن نقدر نسيطر عليها. وعلاجها كمان نوصي صعب، الدواء طعمته مرة، يعني منه بالشيء السهل كمان حتى معالجة هيدا البكتيريا. يفضل ننتبه على حالنا حتى ما نوصل لهيدا المرحلة ونضطر ناخد. صح. هيدا العلاج وهيدا الأدوية. حكيتي شوي عن العوارض روا، يعني ولكن العوارض لما تبين وتصير هالقد فاتحة يعتبر أنه لازم نروح عند الحكيم. هل إذا نحن عالجنا هيدا البكتيريا نشفى كليا؟ نعم، أكيد بتاخد وقت لا تنشف من هيدي البكتيريا، بس بدك تعديها بالنظام الغذائي. يعني نحن مش بس نتكل على الدواء. هلا هي طبيعة تشخص من حكيم، في فحص الخروج وفحص النفس، هون هو الحكيم بشوف اذا موجوده هيدي البكتيريا او في مشكله ثانيه. لان بتعرفي مشاكل المعده والمصران كثير، يعني نحن ما فينا نفوت بدايت بلا ما نكون عارفين المشكله الرئيسيه شو هي. بس نعرف المشكله الرئيسيه بنصير نقدر نحن نعطي دايت مناسب لهيدا المرض. وقت يكون عندنا الاتش بايلوري اسمها او الهيليكوباكتر بكتيريا، بنصير نحن نعرف شو بدنا نوقف وشو بدنا نكفي. أوكي. بالاكل. وكمان الفحوصات يعني شوي دقيقه، مش انه اذا عندنا هالكم عارض دغري بنقول انه في جرثومه بالمعده، لا، بدنا نخضع لهول الفحوصات لناكد هيدا وجود هيدا الجرثومه. لما بتقولي نحن روى عندنا اليوم نظام غذائي معين، هل انا مضطره انه انا امرض لفوت بهالنظام الغذائي؟ ما فيني انا اتبع نظام غذائي خليني اقول وقائي من كل البكتيريا يلي معقول انه انا اخذهم، يعني مثل ما مبين انه هي معديه، ومش يمكن هي مش بس هي واحده، يمكن في كتير كمان بكتيريا غيرها. هلا سبق وحكينا بحلقات قبل عن جد انه الدايت منه حرمان، هو لايف ستايل، انت تعرف شو الصح وشو الغلط، شو العادات الصحيحه وشو العادات الخاطئه، تصحح الخطا وتمشي بالصح. وسبق وحكينا انه المناعة ما بتخلق. نعم. بيوم وبيومين، يعني. نعم. ما فينا نحن عبواب الشتوية نبلش نلحق أولادنا بعصير الليمون بس لنعمل لهم مناعة بهيدا الشهر. هي المناعة بتنبنى،
يعني نحن قد ما فينا نظبط بعاداتنا الغذائيه كل ما نحن نقدر نبعد عن الامراض وحتى لقط الجرثومه كمان نحن بنقدر كثير نتفادى من وراء الاكل. لما يكون نظامنا الغذائي عالي بالمضادات للاكسده مثل والالياف مثل الخضره الفواكه، هلا مين بتلاقي من الاولاد معود انه ياخذ خضره وفواكه؟ لا بقول بدل هيدا الحبه الفواكه ابدا منلجأ لقطعة الحلو المليئة بالقطر والمقلية والسكر، خلص بجربوا يبتعدوا عن الأشياء اللي نحنا نظامنا أساسا عالي فيه. يعني قدام عنا فواكه بلدية وبتكون طازة وبموسمها، قدام عنا خضرة كمان زرع البيت يمكن أوقات بيكونوا، بس هول صاروا أشياء بعيدة كتير عن نظامنا الغذائي آخر ما منفكر فيهم. دغري منبلش نروح للتشيز برجر وللكريسبي وللبيتزا للأشياء عن جد بعيدة هي عن نظامنا الغذائي، بس هلأ عم بتفوت بشكل كتير كبير. هودي طبيعي نحن هلأ نشوف نتيجتهم. يعني نحن وقت يكون أكلنا كله عالي بالدسم والأشياء الحساسة شوية لمصرانا وتقيلة على معدتنا، طبيعي نلاقي هيدي الأمراض وغيرها كتير. يعني دايما بتسمع بعانوا من نفخة أو مشكلة إمساك أو التهابات بالمصران، هودي صاروا كتير عم نسمع فيهم، بتصير بعد مشكلتهم أهم بكتير من مشكلة خسارة الوزن. يعني بيجوا لعنا بدهم بس يعالجوا مشكلة النفخة أو هون قبل ما نوصل قبل ما نخسر وزننا خسارة الوزن. طيب اليوم إذا بدي أحكي عن هالبكتيريا بالزيت، هل هي تصيب كبار صغار يعني أو مين ما كان هو عرضة لها؟ مين ما كان هو عرضة لها أكيد. هلأ الصغار أكثر لأن بيكونوا مناعتهم أقل. والكبار بالعمر كمان ذات الشيء، الحوامل اللي عندهم أمراض مناعة هول أكثر شيء معرضين لأنه يصابوا بهيدا الجرثومة، وللي بيكون نظامه الغذائي فقير يعني ما فيه معادن وفيتامينات تحميهم من هيدا الجرثومة، شيء طبيعي أنه يكون سهل التعرض لهيدا الجرثومة. طيب ريوة اليوم بما أنه عم تقولي أنه بيكون عندهم معادن وفيتامينات قليلة بالجسم، هل المكملات ممكن أن تسد هيدي الفجوة؟ نحن ما مش دغري بنلجأ للمكملات، يعني بنخليه آخر حل، بنجرب دايما نظبط بالأكل ليقدروا ياخذون بشكل طبيعي أسهل، يتعودوا على عادات غذائية يمكن أسهل، لو بلشوا يمرقون أو يتعودوا عليهم شوي شوي، يمكن بلش بنص حبة فواكه بنهار، بصحن سلطة انت بيعجبك يمكن هيك بشهيكي شوي شوي ببلشوا يتعودوا عليه. اذا لقينا بعد في نقص من وراء فحوصات، يعني نحن ما فينا نعطي فيتامين بلا فحوصات، وهذا الشيء الغلط اللي بيعملوه انه بيروح على صيدلية بيقولون انه عندي هذا العارض، بيقولون هذا اكيد نقص هذا الفيتامين هذا الدواء، فنحن لا دائما بنروح لفحوصات بتفرجينا النقص بهذا الفيتامين او المعدن وبنعطي هذا المكمل الغذائي. اذا كانوا معدلات قليله بتتفادى بالاكل بنروح للأكل، إذا لقينا لا أنه المعدلات كتير قليلة ما نروح للفيتامين. شكرا كتير لك روا على هالموضوع، وإن شاء الله السلامة لكل الناس يعني وما حدا دقوا شوكة. شكرا كتير، أهلا وسهلا فيك.